السلام عليكم يا أصحابي، عدنا إليكم من جديد في فقرتنا المنوعة. أنا صديقكم الجديد أسامة الحويكان، والآن مع فقرة نعمل لنتعلم سنصنع توزيعات جميلة للعيد. نحتاج إلى مقص وعلبة وقطن دائري وصمغ وورق مقوى. نبدأ بلصق القطن على جميع العلبة. بعد أن أصبح الشكل هكذا، نقص دائرة للوجه الخروف. هذا هو شكل الخروف بعد تثبيت الوجه، وبإمكانكم أن تزينوه بطريقتكم المفضلة. بإمكانكم أن تضعوا بطاقة أو فوق حلوى أو حلوى للأطفال. وهذا هو الشكل النهائي. أتمنى أن تعجبكم الفكرة. تابعوني في انستغرام.